البارحة كنت رايح حتى أجيب ملابسي من الكوي، عجبني أوقف على عربانة واقفة بالفرع وآكل شوية لبلب. تدرون يعني شايفين مرات شلون ريحة اللبلبي من تضرب بالخشم بالشتاء. المهم سلام عليكم. عليكم السلام حجي، يرحم أبوك، فت كاسة لبلبي الله يخليك، صب لي الرجال كاسة ويا حامض اللي يحبه سيد الكندي. بس الرجل واضح عليه مهموم، يا بشبيك حجينا؟ قال استاذ وتالي ويا الدولار. يا بخير شبي الدولار؟ قال اللبلبي اللي نشتغل به ما نقدر نشتغل إلا بهذا يسموه البقري، أكفة حمص اسمه البقري، وكيل الحمص بصراحة يومية صاعد بسبب الدولار، وكاسة اللبلبي ما تتحمل تصير بألف دينار، يعني هاي المناطق الفرعية يبيعوها بخمسمية. يا بحجي زين انت سويها بألف هي بقت بس على اللبلبي؟ قال استاذ أنا استحرم أخذ يعني باب رزقي وأوقف على باب أحد المحلات، يعني أجلكم الله مال بيع مشروبات كحولية، باقي أفتر بالأفرع أبيع على الجهال. والجهال هم يوميتهم 500، ومرات يجون جهال يوميتهم ربع ويشتركون كل اثنين بطاسة، وأنا على قولته أعوضهم بالمي مال اللبلبي. شاهدنا المعالجات اللي تقدمها الحكومة للطبقة المسحوقة مو كافية، وأكيد كل المعالجات الحكومة ما راح تحسب مثل ما يحسبها صاحب الحمص البقري ويومية الطفل والأشكال الشرعي اللي يريد صاحبنا يتجنبه. الطبقات الهشة تحتاج اقتصاد واضح ورؤية واضحة وسعر صرف ثابت ومدعوم ومراقب، واللي يقول ساعدنا الفقراء بالرعاية الاجتماعية، ترى مو كل الناس الفقراء مسجلة بالرعاية الاجتماعية، وفرض مسجلين ترى 175 ألف و200 ما تكفي حتى طماطة. الله الله بالفقير.